فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا شاب عمري 18 سنة، وأريد الزواج من بنت قريبة لي، لكن أبي لا يوافق على هذا، وأنا لدي عمل ومرتبي يقول طيب، فما نصيحتكم لي؟ وهل لي أن أعاند أبي فأتزوج؟ لا، تفاهم مع والدك وأقنعه، ولا تستعجل، لا تستعجل، تفاهم معه. لماذا يمتنع؟ لماذا؟ ربما عنده ملاحظة ما دريت عنها أنت، فتفاهم معه، خذ رأيه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.